مشروعية تذكير الناس بأمر بعد الفراغ من الصلاة، ويدل له هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ والأحاديث في هذا كثيرة، فهذا دليل على أن التذكير بعد الصلوات متى محتاج الإمام إلى التذكير دليل على مشروعيته. وهذه فائدة مهمة جدا، حتى لا يأتي إنسان ويقول: لا، ما تفعلونه بدعة.